صباح الأنوار في مستشفى شفاء. النهاردة السبت معانا حالة جميلة مشرفانا من السعودية، من المدينة المنورة. أنا قلت لها إن أنا بصراحة بحب كل أهل المدينة، بتلاقي فيهم اختلاف عن أي ناس تانيين، الاحترام والمودة والطيبة. شرفتينا ونورتينا. والله الشرف لنا يا دكتور، صراحة احنا اللي متشرفين فيك صراحة. الله يخليك. واحنا جينا صراحة على السمعة الطيبة والقبول الحسن لك، وأنا صراحة من يوم جيت المستشفى من الساعة 8 صباحا يعني شفت استقبال ومستشفى رائع وخدمة مميزة. يعني الواحد يطلع من السعودية يروح مصر يقول يا ربي وش المستشفى اللي بيقابلني، وش الدكتور إيش بيقدم لي. أنت ما شاء الله تبارك الرحمن طاقم طبي، يعني ما حسيت نفسي أني بعيدة عن وطني، حسيت أنه كلهم حوالي. إيش تبغين؟ أخصائية التغذية، دكتور التخدير، الإدارة المستشفى. فشكرا لك والله يا دكتور أحمد. هي عاملة لنا مفاجأة غريبة، تقريبا جايبة شنطة فيها قهوة وفيها تمر. أقل واجب يا دكتور، هذه يعني الضيافة السعودية. أهل السعودية بالكرم، ربنا يكرمك، جايبة لي قهوة، رغم أن أنا أصلا مش من مدمني القهوة، مش مدمن قهوة، بس ما شاء الله القهوة السعودية جميلة جدا. والله تستاهل أكثر يا دكتور، وترى هذا شيء بسيط والله، ضيافة بسيطة والله. الله يخليك. ولا أنت مقامك كبير يا دكتور أحمد، وما شاء الله تبارك الله سمعتك طيبة، وانا شيء هذا شفته والتمسته من يوم دخلت عليه. الكلام الحلو ده كله احنا لسه ما عملناش حاجه. لا انا مطمئنه بعد العمليه تبقى الريفيو احسن واحسن. هي وزنها كان عالي، عملت قبل كده شد بطن، عملت شد ذراعين، عندها الإبديمة في الساقين وترهلات في الفخذين وترهل كبير في الصدر. هنعمل النهارده عمليه كبيره شويه، ان احنا هنشفط الفخذين وهنشدهم جراحيا. امتى نشد الفخذين؟ مع الشفط لما تكون كمية الدهون اللي احنا هنشفطها مش كبيرة، فمتوقع نشفط تقريبا 4-5 لتر دهون من الفخدين، وهنعمل برضو تعبئة للمؤخرة وهنشد الفخدين جراحيا. وكمان في نفس العملية هنعمل شد ورفع للثدي. هي كانت مركبة حشوة قبل كده، ما كانتش مبسوطة بالنتيجة بتاعت الحشوة، فشالت الحشوة من تقريبا 4 سنين مش كده. النهاردة هنعمل شد ورفع للثدي. الحجم بتاعه مش هيبقى كبير، هيكون حجم مقبول، وده بيخلي نتيجة دائمة، ان لو في حجم كبير للثدي بيخليه مترهل، لكن حجم متوسط للثدي او حجم مقبول للثدي بيخليه مشدود ومرفوع، والنتيجة بتفضل دائمة. نورتينا والله. وباذن الله تبقى النتيجة كويسة. والله منورة مصر فيك يا دكتور، وانا مبسوطة. يعني شوف انا مبسوطة قبل العملية لاني ارتحت صراحة نفسيا من الاستقبال ومنك انت، خاصة انت الدكتور صراحة، فسبحان الله من خلق فيك القبول. الله يخليك يا رب. احنا التحاليل الحمد لله كويسة، وهنطلع العملية بإذن الله خلال ساعة من دلوقتي، وهنتابع معها كل تفاصيل العملية. احنا حالتي مشرفونا من برا مصر، بنقدم لهم أحسن خدمة، سواء في مستشفى ابن سينا في طنطا بنعمل لهم باكج من المطار للمطار، أو في مستشفى شفا في التجمع الخامس بيكون شامل كل التكاليف، مستشفى بعمليات بتخدير بمشد بإقامة بكل التكاليف. عندك أي ملاحظات؟ لا والله، بس ودي أقول شيء، اللي يبغى يسوي عملية يعني من دول الخليج وخاصة السعودية يتوجهون للدكتور أحمد بسيوني. يعني تيجون مصر وأنتم مطمئنين، غير كذا أن الدكتور شاطر. أنا سويت بحث عنه يا جماعة الخير 7 شهور، 7 شهور أتابعك إنستغرام وسناب وتيك توك واتس، يعني شفت العمليات كلها ما فيها فوتوشوب، عمليات واضحة، الواحد يجي مطمئن. حتى طريقتك في الكشفية مريحة، أنا يعني سويت كذا عملية تجميل، لكن أنت معاك حسيت أني مطمئنة، حسيت أني في يد يمينة، أحس أن الدكتور أحمد أعرفه من زمان، مو أول مرة أشوفه. فأنصح الجميع بزيارة الدكتور أحمد، دكتور جدا ممتاز جدا رائع. كلمة شكرا أقولها له قبل العملية وبرح أشكره بعد العملية، لأنه أسلوبه راقي والطاقم الطبي معه والمستشفى رائعين صراحة. شكرا جزيلا لذوقك، وبإذن الله تكوني من أحسن الحالات إن شاء الله يا دكتور. بوجودك يا دكتور أحمد. الله يخليك. شكرا.